الأنباء إليك ميرنا. شكرا لك ريهام. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية من عام 2024، وتجرى الانتخابات الرئاسية من عام 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء. وحددت يوم 13 من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بآرائهم. وبدأ المصريون في الداخل منذ لحظات التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مع بداية انطلاق عملية التصويت في تمام 9 صباحا. وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام
العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. وحددت يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. وكان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد وجه النداء للمصريين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم. كان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري قد أكد أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في المحافظات المختلفة للجمهورية قد وصلوا جميعا إلى مقارهم الانتخابية. وأوضح بن داري أنه تم تسليم أوراق العملية الانتخابية للقضاة من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية. وأوضح أن هناك مرورا دوريا من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان، والاطمئنان على جاهزية اللجان وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة لتسهيل على المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريق والمغازي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربي قصفت منزلا مأهولا بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت أيضا منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 وإصابة العشرات. وجنوبا أطلقت زوارق الاحتلال الحربي نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطئ مدينة رفح الفلسطينية. وتواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية. شارك متظاهرون في مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية للتعبير عن تضامنهم مع أبناء غزة وللمطالبة بوضع حد لقصف الجيش الإسرائيلي للقطاع. هذا وردد المشاركون هتافات مطالبة بالوقف الفوري للقصف ومناهضة للجرائم في إسرائيل ولا سيما ضد الأطفال. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفلة، مجددة تحذيرها من تهجير السكان إلى الجنوب. وأوضحت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدل خضرة أن أحياء بأكملها تعرضت للتدمير وتحولت إلى أنقاض لا حياة فيها،
وذكر موقع الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من حيث الشهداء والجرحى في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء القطاع وفي ظل عدم وجود مكان آمن يذهبون إليه. نهاية موجز التاسعة، وعودة الآن للزميلة ريهام أديب لاستكمال باقي فقرات التغطية. أشكرك شكرا جزيلا ميرنا إيهاب.